فضيلة الشيخ عطية صقر، يلجأ كثير من الناس تحت ظروف معينة إلى ما يسمى بالزواج العرفي، وهو الزواج الذي لا يسجل في وثيقة رسمية، فهل هذا الزواج صحيح من جهة الشرع؟ يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك. النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة من هذا الزواج، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعا تحل به المعاثرة الجنسية لكن له أضرار وتترتب عليها أمور محرمة، منها: أولا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها لأنها في الرسميات غير متزوجة لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل الأموال بالباطل وهو منهي عنه. ثالثا كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أديرت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها وربما يتمسك بها ولا يطلقها. ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعا شرعا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء صحيحا ومع ذلك يكون حراما، كالذي يصلي في ثوب مسروق فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقة ما يستر العورة لتصح الصلاة، وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه ومع ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا من أجل السرقة، والله أعلم.